لو انت بتحمل ملف او برنامج من الانترنت وخايف يكون متفيروس او جواه روجن ممكن الفيروس لجهازك ويطير لك كل ملفاتك فالطبيعي انك ما تجربش اي برنامج من الانترنت مباشره على جهازك لان ده فيه خطوره كبيره جدا عليه والافضل انك تجرب اي برنامج على جهاز وهمي تاني عشان لو البرنامج ما كانش سليم يبقى انت مخسرتش اي حاجه الجهاز الوهمي ده او الويندوز الوهمي ده نقدر نعمله كذا طريقه زي الطريقه المشهوره والمعروفه ان احنا ننزل برنامج الفي ام وير ونعمل عليه فيرتشوال ماشين عليه وننزل عليها الويندوز اللي احنا عايزين نجرب عليه وساعتها يبقى عندنا كده ويندوز وهمي نقدر نجرب عليه اللي احنا عايزينه زي الفل لكن الحاجه اللي الناس ما تعرفهاش ان انت في اداه نازله من شركه مايكروسوفت على ويندوز 10 ويندوز 11 هي الاداه مجانيه بالكامل وسريعه جدا وجميله جدا وما بتاخدش منك وقت اصلا هي اداه مايكروسوفت ساند بوكس الاداه دات موجوده عندك على ويندوز 10 ويندوز 11 تقدر تفعلها بسهوله وتستخدمها كفيرتشوال ماشين على جهازك تجرب عليها اي برنامج واي ملف بدون ما تخاف انك انت البرنامج ده ممكن ياثر على جهازك الرئيسي او ممكن يتفيروس لك الملفات بتاعتك تعال نشوف مع بعض دلوقتي ازاي نفعل اداه ساند بوكس على الويندوز بتاعنا هنيجي <applause> هنا على قائمه ستارت ونبحث عن كنترول بانيل. تفتح معايا بالشكل ده كده هاجي هنا على كاتيجوري واخليها لارج ايكونز وبعد كده اروح على بروجرامز اند فيتشرز وبعد كده هاجي هنا على تيرن ويندوز فيتشرز اون عشان افعل الاداه بتاعه ساند بوكس هنزل تحت خالص كده هلاقيها ويندوز ساند بوكس اهي موجوده عندي هعمل عليها هنا تشيك كده واقول له اوكي هيبدا يثبت معايا الاداه على الويندوز بتاعي وهيطلب مني ان انا اعمل ريستارت للكمبيوتر بتاعي تمام هو كده خلص تسطيب الات ويندوز ساند بوكس نقدر دلوقتي نعمل ريستارت لجهاز الكمبيوتر وبعد ما نعمل ريستارت هنبدا نستخدم الاداه بدون اي مشاكل كده الجهاز عمل ريستارت ومفروض الات ساند بوكس اتسطبت عليه تعالوا بقى نشوف مع بعض ازاي هنقدر نستخدمها نيجي هنا على قائمه ستارت وابحث عن ساند بوكس حاليا ظهرت لي كده ويندوز ساند بوكس هي دي كده هشغلها هتشوف دلوقتي تفتح معايا طبعا الويندوز بتاعي هو ويندوز 10 فالاداه هتنزل لي برده عليها ويندوز 10 بس فيرتشوال مش الويندوز بتاعي فيرتشوال وهمي تاني خالص الاداه جميله جدا اداه سريعه جدا وكويسه لو انت عايز تجرب اي حاجه عندك بدون ما تحتاج تنزل برنامج خارجي او برنامج ثالث تعمل عليه فيرتشوال ماشين زي برنامج الفيومير لا هي اداه موجوده مع ويندوز 10 مجانيه ومفيش مشكله خالص وسريعه وجميله جدا تمام فتح معايا اهو زي ما انت شايف ادي الاداة فتحت معايا ويندوز 10 زي ويندوز بتاعي اللي انا بستخدمه طبعا لو عملت له طبعا زي شايف ويندوز بتاعي بره وده ويندوز اللي القوه الوهمي هنا طبعا اقدر استخدم عليه اي حاجه زي السي ام طبعا هو متصل بالانترنت بس طبعا معمول له نات يعني مش هيأثر على جهازي في حاجه لان هو معمول له ناتنج المفروض ان هو ما يشوفش جهازي اصلا فجيت هنا لو قلت له اي بي هلاقيه واخد اي أه بي تبع الناتنج ده مش الاي بي اللي انا بطلع بيه على الانترنت او مش الاي بي بتاع الراوتر بتاعي ولا حاجه لا ده تبع الناتنج تمام طبعا اقدر استخدم الانترنت عادي جدا طول ما الجهاز الرئيسي عليه انترنت فالفيرتشوال ماشين برضو عليها انترنت اقدر استخدم على الانترنت كده زي ما انت شايف ابحث عن اي موقع ولو عايز برنامج انزله او احمله اقدر احمله الاول على الفيرشوال ماشين دي واسطبه عليها واجربه عليها الاول قبل ما اجربها على الجهاز بتاعي عشان لو طلع في اي مشكله في البرنامج ده ما ياثرش معايا على الجهاز بتاعي او يفيروسه وبالتالي اخسر كل ملفاتي اللي موجوده على الجهاز الرئيسي كده يكون درس النهارده انتهى والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته